حصد منتخبنا الوطني لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس آسيا 21 للرجال والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث تمكن منتخبنا الوطني من الفوز على شقيقه الكويتي بنتيجة 26 هدفا مقابل 17 في المباراة التي جمعت بينهما على صالة مدينة خليفة الرياضية. يذكر أن منتخبنا الوطني قد تأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك للمرة السابعة في تاريخه. اعطونا النتيجة الآن، نريد النتيجة هناك في قطر. ماذا فعل الأحمر؟ يا سلام عليك يا ابن الزيمون، إشارة اللعبة السلبي على عين. يا سلام عليكم وعليكم السلام. الذي أخطأ في البداية، الله، شوف اللون، شوف العلم، سكر البطولة. الأطفال، يا سلام، هذا قصور 17، 9 أهداف الفارق. نعم، يرضى الإيقاع بداية الشوط الأول. تعلق هشام أنا على كيف